احنا اتكلمنا في عدد كبير من النقاط حضراتكم والحاج محمود اتكلم في عدد كبير من النقاط، لو تقدر برضو تقول لنا وجهة نظرك في هذا الامر. لا احنا نروح بقى للمعلومات دلوقتي. تفضل. واحد، خلاص استقر اتحاد الكرة على إقامة الموسم الجديد، ده قرار رسمي خلاص منذ 10 دقائق. استقر اتحاد الكرة 10 دقائق بس؟ تصريحات رسمية من كل من الحاج عامر حسين والاستاذ احمد دياب، موسم الجديد 34 اسبوع، قرار رسمي الشكل القديم يعني. مفيش اي تغيير في شكل الدوري، الحمد لله فهمنا حاجة. سوف يتم اعلان 30 اسبوع يوم في قرعة الدوري، وسوف 30 اسبوع اسبوع، وسوف يتم الابقاء على 4 اسابيع في نهاية الدوري. طيب الجاية دي بقى بصراحة اللي جاية دي، طب 30 اسبوع يخلص كام؟ لا يعني من لا هو يعني الجدول الجدول بقى بس مش يعني عن اخر اربع اسابيع، هو ده اللي هو قال لك اللي جايه دي جديده. دي بصراحه بقى هي دي الفزوره، دي الفزوره. الميعاد المقترح لنهايه الدوري ال 34 اسبوع 30 يوليو. 30 ايه؟ يوليو. دي ازاي؟ يوليو يوليو. طب ما تحاولوا يا شباب، حاولوا تجيبوا لنا الحاج عامر نفهم منه برضه. هيبدا الدوري في 15 او 16 سبتمبر مثلا، يعني 34 اسبوع. واحنا حسبنا يعني هنا مثلا هو قال ان هو هيبدا امتى؟ قال في منتصف سبتمبر. اوكي، يبقى لا كل 48 ساعه بقى. ده عشان يخلص، عشان يخلص انا في وجهه نظري 30 يوليو كان لازم يبدا 30 يوليو اللي فات. والله لا، المسافات قد ايه يا كريم؟ أيوه. بين المسافات احنا هنا في قناه الاهلي حسبنا بالورقه والقلم عدد الايام المتاحه لإقامة الدوري. أيوة السنة كام؟ ده اللي بقوله كام يوم؟ 154 يوم. تمام، ده اللي هم نسبتهم كام من عدد الأيام. احنا السنة دي خلصنا الدوري امتى رسمي؟ خلصنا الدوري في أول 27 يوليو. كان عدد الأيام المتاحة للدوري اللي هو خلص نهاية يوليو السنة اللي فاتت كام يوم؟ 256 يوم، 100 يوم زيادة. يبقى احنا كده شلنا كام يوم منهم؟ 100. شلنا حوالي 100 يوم. 100 يوم. وانت عايز تنفذ نفس الـ 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 المدة بنفس عدد الاسابيع. ازاي؟ فعدد ايام اقل. وبعدد بطولات ازيد، لان انت السنة اللي فاتت ما كانش عندك كأس أمم أفريقيا للمنتخب، ما كانش عندك بطولة الدوري السوبر الجديد الافريقي. كأس العالم. ما عندكش. لا وكمان حاجة تانية، النهاردة انت عدد كمان عندك تصفيات كاس عالم جاي لك، في توقفات عندك ماتشين في نوفمبر، بعد كده المنتخب اعتقد هيلعب في مارس تقريبا، فالالتزامات السنه دي كتير قوي. لا ده في هيحلوها ازاي؟ انا اقسم بالله في كاس عالم للانديه. لا طبعا ده غير كاس العالم للانديه، قصده كاس عالم للدول. يعني خلينا دلوقتي هنطلع من وجهه النظر، خلاص وصلنا لشكل. طب ما يمكن ما يمكن ان هم هيخلوا الدوري اللعب مستمر دون دوليين. مين اللي هيوافق؟ مين اللي هيوافق؟ حضرتك عايز تقول انا مش بقول لك نتكلم بصراحه، اي نادي في الدوري الاهلي او الزمالك على اساس ال 100 يوم اللي اتقصوا هيبقى متاخر في الترتيب. لا والنادي متاخر في الترتيب مثلا، وعنده لعيبه دوليين حظه، يعني الاهلي الزمالك بيراميدز عندهم هم الاعلم في الانديه اللي عندهم لعيبه دوليين، بحكم كمان هم المحترفين بتوعهم كلهم في منتخبات. النهارده في نادي هيوافق انه يلعب في اسبوع بدون لاعبين دوليين ويكون مثلا متاخر في الترتيب او هيخسر البطوله؟ مستحيل. انا بقولش يوافق، انا بقول لك ضمن الفوازير. انت اطلقت لقب او وصف مهم اسمه فازوره، فانا بقول لك كده يا اما بساط الريح اللي هو حاجه ما عادش عندك بس اوريدي شهر بتاع افريقيا ده ما فيش شهر قبل